أخيرا استوعبت النظام. ايش هذا؟ ألو ألو، شكلي بسوي عصير للوحش اللي موجود هناك. توقع أنا أقول نرمي لهم عظمة. لا لا، السلام عليكم يا جماعة. اليوم بدنا راح يكون عندنا مقطع جديد من لعبة كريبي تيل 3، أو لعبة مغامرات طفل في الغابة. هاي السلسلة المجنونة اللي سويناها عندنا في القناة. ببساطة نزل جزء جديد من لعبة كريبي تيل قبل كم شهر. أنا صراحة انتظرت شوي على ما يعني وقت اللي حاب إنه نزله، فقررت نزله على طول الحين. المهم، اللي يحب هذه السلسلة أو اللي ما يعرف السلسلة تابع معانا، وفي بلاي ليست كامل للسلسلة هذه. مو طبيعية اللعبة وجدا رهيبة. زر اللايك والاشتراك معانا في القناة، ويلا على طول خلينا نبتدي مع بعض في مقطعنا. إذن يا حبايبي، هاي اللعبة قدامنا، خلينا نبتدي مع بعض على طول وخلينا نشوف وش راح يكون عندنا. طبعا كبداية نحتاج ان احنا نضغط بلاي ونبتدي في لعبتنا، ونختار طبعا الشابتر الاول لان اول مرة احنا راح نجرب اللعبة. إذن نضغط بلاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي، البطلة بنت المرة. Created to experience all of life's joys. Okay. Ingrid, be a dear and go visit your granny and bring her some fresh bread. Okay. She'll be so happy to see you. Hello. Fine. Give it here. زين خلاص، بتعطيني الخبزة نروح نوديها. Pancakes on the table when I get back. Of course, my dear. And do spend some time with your granny. Have a chat. She's so lonely. Okay. Yeah, yeah. I'll stick around and chat. جدتها يعني وحيدة، وجي راح نودي لها خبزة، فحركنا على طول، خدنا الخبزة هذه ومشينا في أمان الله. مشينا. إنزين. طبعًا البداية لازم تكون في وين؟ في الغابة. طبعًا يعلمونا على التحكم الخاص باللعبة. إنزين نمشي، كأن اللعبة شوي مختلفة كتحكم، ما أدري، أعتقد إن فيها شيء غير عن اللي إحنا معتادين عليه عادة. بس ما علينا، إحنا خلنا نلعب ونشوف مع بعض. هذا احنا ماشيين، الوضع جدا طبيعي، كل شيء تمام، ما في شيء. شو السالفه بالضبط؟ ايوه، شوف في حفره هنا. وشنو هاللي ورا؟ ايوه يو استخدم ال... لا بليز، لا لا، حطينا الخبزه في الارض. واو، هذا شنو اللي قاعد يضحك؟ الصراحه يعني هاي مقدمة اللعبة، بس صراحة تستاهل. يعني شلون تحط خبزة على الأرض وتدوس عليها؟ ما ما والله ما أدري. المهم خلصنا الحين الشابتر الأول ودخلنا على طول في الشابتر الثاني. والله الشابتر الأول على السريع خلص. أيوه، بسم الله الرحمن الرحيم. هذول شنو؟ ماي جاد ماي جاد، شنو؟ أيوه، لا لا تقول قول. اوه ماي جاد، طاح داخل. لا يا عمي، شكلهم يخوف. شمها. شنو؟ What's going on? Where am I? انا وين؟ You monster, I'm talking to you. What is this place? ليش تكلم بهالطريقة؟ Here we go. Kids are the worst. No respect for their elders. اي والله احترمي شوي. Kids don't end up down here. So where am I? أنا وين؟ You're in a brewery in a swamp. ضحك. Here goes being neat and tidy. I wanted to keep my shoes clean, and now my clothes are all ruined. إخوان، أنتم لاحظين أنا معصلة وتكلمهم بطريقة غير محتترة، راح يأكلونا ترى. هذا شنو الكائن الغريب اللي هني؟ غير سوي شيء. والله ما أدري هذا شنو. شفيني؟ حرف التي؟ اوه، ولعنا نار. شنو بالضبط؟ اوكي، اخذت هذه، اعتقد اركبها هني يمكن. ما تركب؟ كيو نحط. اوكي عرفت، لفها. والله ما ادري يعني انا ايش قاعد اسوي. مثلا خلينا نشوف العين هذه ايش سالفتها. انا الظاهر اني لازم احاول اعرف شيء معين من بينهم. لا خلينا نجرب اللف، ما ادري هذا. لا
نجرب زيادة، ما ندري احنا شنو الموضوع ببساطة. اللف بعد اللي بعدها قلام. هذول طبعا قاعد يسولفون. طلعي طلعنا النار. وش دي؟ مو هذه؟ لا طاحت. اوه الكائن الغريب هذا راح وراها. اوكي دقيقة، خلنا في شيء هني. gross زين، يا اني اخذها يا اني اتركها. ناخذها، شلون اقدر اختار؟ عندي خيارات. المهم اخذتها معايا انا. اوكي زين، والله ما ادري ايش سويت انا. ايش ده؟ اوه كاني رفعت الشيء هذا. هاي نزله، خلينا ننزل زياده. اي نزلنا زياده، نزل زياده. انا ما عرفت شنو تحت. نزل اكثر. لا لا تاكلني بليز. ايش قاعد يصير؟ انا في دم قاعد يطلع، والموضوع في شيء لازم اسويه بس حرفيا ما ادري. انا اجرب ارفع. اوكي تالي مثلا نضغط هذه. وش الوحش هذا اللي قدامنا؟ ايش رايكم نعطيه؟ اوه وات؟ اوكي ما خلنا نجرب مثلا نعطيه الاكل. اوكي اعطيناه الاكل فخلانا اعتقد صح اللي قاعد اسويه. المهم كلمت الحين انه ودني ما ادري فوق ولا تحت. يلحقني جمعي زين. اوه اوكي نزلنا تحت. انا حرفيا ما ادري شنو الكائن هذا، شيء جدا غريب. المهم كملنا الشابتر هذا ودخلنا على طول على الشابتر اللي بعده. احنا في مكان اغرب واغرب الحين. احنا الحين ترى تحت الارض، حرفيا احنا تحت الارض. اوكي اوه وش ده؟ وش سالفته؟ هاي نيوبي وانا بلاي. يلا لعب شنو؟ افاني جيم ان اف يو وين يو جيت تو جو باك هوم. اذا فزت في اللعبه هذه ارجع بيتنا، واذا خسرت ايش بيصير؟ ميت جراجر هيز لاست. Although I personally never liked him from the start. Maybe that's why. So who are you? I don't have a name. ما عنده اسم هو. Just like all my brothers. ما عندهم اسماء هذيلا. Are you? Plenty, but I am the only one who likes to play. في كثير من نفس الكائن هذا. بس يعني. The rules are simple. Act as you see fit. And who decides who wins? Not me, that's for sure. Don't be scared. You'll get the hang of things as you go. It's not like you have a choice anyway. Creepy. You're not a very friendly bunch here, are you? And you're no angel yourself, Ingrid. Otherwise, you wouldn't have ended up here. What? You wanna go home already? أكيد. إنزين. طبعا عندنا حاليا خيارين. طبعا الموضوع ما فيه، نحن راح نلعب لعبة مع بعض. إذا فزت راح يرجعني البيت، وإذا خسرت في هذه اللعبة راح أتحول مثل هذا التمثال اللي قاعد تشوفونه. ما أدري راح أصير صخرة، ما أدري شنو. المهم إني راح أصير نفسه بالضبط. فالحين طبعا عندي خيارين. أوكي الخيار اللي على اليسار إن أنا أجاوب بأدب، الخيار اللي على اليمين أجاوب بوقاحة. خلينا نختار إن إحنا نجاوب بأدب طبعا. ثانية لو سمحت. That's a portal to your world behind it. You can go anytime you like. Okay. Sounds easy peasy. والله شيء سهل هذا. Give it a go. ضحكتك ضحكتك ما تبشر بخير. بس بتقعد بس قعد. إنزين خلونا نروح نتوجه للبوابة اللي موجودة هني. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يو. وش صار؟
الو؟ هاي ايش صار؟ Nice and hot, right? I guess you're a fool of bile. No. Check it out. The waterfall marked you up. الحين شنو حرف ال R؟ أوه 5-5. Numbers. Your sins are on the left, and your good deeds are on the right. 5-5. What am I meant to do with this? Just be yourself. 5-5. أسوي شيء الحين؟ لا. إنزين. خلونا نكمل طريقي. وقت يو ماي جاد في ناس لعبوا اللعبة هذه قبل. شيء هني. خذت نظرة على تحت. أو ماي جاد. وش ده؟ أي ثلاثة. لو تلاحظوا يا جماعة في رقم ثلاثة. رقم أربعة. رقم اثنين. لا. شنو معناتها؟ تحولت إلى صخر مثلهم، فلازم أفوز في اللعبة الحين. خلاص تورط. نحاول مرة ثانية ونحاول نستكشف. دقيقة. دقيقة. هاي ثلاثة. هاي رقم أربعة. إذا رحت يمين راح أخسر. خلنا أجرب إني أرجع. تمام؟ هلا أرد أجي. هاي 1 2 3 4 5. اوكي احس هاي غلط بس بجرب. صح ما بروح برجع. اشوى. لا غلط. 1 غلط من البدايه. ما كان والله الغلط هذا. نحاول نعيد مره ثانيه. محاوله ثالثه. دقيقه. اول واحده صح، ثاني واحده صح. نرجع للخلف. تعال نرجع مره ثانيه. المفروض هني. تالي هذه تجينا. اوكي انجي لهذه. تالي نرجع مره ثانيه ورا، نلف وجهنا الجهه هذه. انطني. لا غلط. تصدقون اني ما فهمت شنو الفكره بالضبط. فاذا هذه نروح لها، هذه نروح لها. ثنتين ما نروح لها. نرجع مره ثانيه. هاي نروح لها، هاي نروح لها، هاي نروح لها. اذا اثنين او واحد ما نروح لها. اوكي اثنين ما نروح لها. فهمت. من القبر اللي تحت عندي ثلاثة عالية اروح لها. لا مو صح. الله غلط بعد. على بالي فهمت الموضوع طلع غلط. هالمرة حتقدم يعني راح اتقدم. دقيقة. اول ثنتين فهمتهم عاد. هني ارجع. خلاص فهمنا الموضوع. تالي نرجع مرة ثانية. اوكي راح تجينا هذه نروح لها. راح تجينا واحدة ثانية نروح لها. انزين بجينا اثنين ما نروح نرجع. اوكي بعدها نرجع. لا ما نرجع للثلاثة، نروح اثنين. الواحد. يا الله الواحد يسار. فهمت. اوكي نط هني. الحين بيجون اثنين نرجع. بيجينا ثلاثة نرجع مرة ثانية بعد ورا. الحين بيجينا واحد نروح للواحد اللي ورا. بعدها نرجع مرة ثانية للاثنين. الحين نروح لثلاثة. نكمل يا رب يا كريم. كمل. يس عديت الحمد لله. اخيرا استوعبت النظام. ايش هذا؟ الو يا الحبيب اكلونا. السالفه وش هذا بعد؟ وش هذا بعد؟ ايش ده؟ ليش في بوز هني؟ ها السلام عليكم. ايش هالورطه؟ يا جاي لحمه. خسرت اللعبه. ثوم. ايش نسوي بالثوم؟ 1 مينيت. في عظمه داخل ما اعرف اذا لها فايده ولا لا. في مسار. وين راح يودينا بالضبط؟ خلينا نشوف مع بعض. جابنا فوق. انا قاعد اشوف مجموعه تروس. في ترس ما مفقود.
خلنا ناخذه شوي شوي وبهدوء. اوكي شوي شوي وبهدوء. اوكي اخذناه. مش اني ما انأكل. When I get out of here, no one's gonna believe me when I tell them what happened. ياب أدري. كلنا ندري. غريب الموضوع، غريب المكان، كل شيء غريب في المكان. خلوني أروح بجرب أشوف الترس اللي هني إذا يمديني أن أشيله. شنو؟ That seam is barely holding itself together. لا لا خلها خلها على جنب. 6 5 6. بقدر أسوي شيء صح؟ هذا ليش يا أخي مو كيفك تنزلهم؟ وين خلنا ننزل؟ الفتحة الثانية تودي وين؟ أي وين توديني؟ في تحت وفي ترس في ترس في ترس بسرعة بسرعة بسرعة. There's a hole here. There must be another way. جيجي لا 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 انزل 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 انزلي. أوكي تعالي. There's no getting past here. ما في مكان اروحه. الطريق مغلق ما اقدر اروح. هني لقينا الطريق الصحيح. ترس ما اقدر اشيله. زي لو مثلا استخدمت عظمه، لو استخدمت ثوم ما يفيد. اوكي هني وين راح يوديني بالضبط؟ اوف ما اقدر استعمل ولا شيء، هياكلوني. واو. So how do I negotiate with them? انا اقول نرمي لهم عظمه. لا لا يا ساتر يا رب. انا اعرف اتفاوض معاهم بالعظمه، العظمه اللي معايا اقدر اتفاوض معاهم فيها. مشكله ما اقدر اروح الجهه الثانيه. فانا الشيء الحل الوحيد اللي عندي بس ان انا اجي هني واتفاوض معاهم بطريقه ما. يا اخوان عندي عظمه صدقوني. واو عندي عظمه تعجبكم. ثوم. اوه اوه اعطاني عظمه. اعطاني شيء ما ادري شنو هو، اعطاني شيء مفيد. ما اقدر اسحبها صح؟ هنجرب نستعمل هذا الشيء. أفيد. تدري سيد ارجع. أول واحد خلصنا عليه. نجرب نعطيهم الثاني. لو لو واو. So how do I negotiate with them? يا العظمة يا هذه ولا شيء. ولا شيء. زين كيف برجع فوق؟ وش صار؟ أنا سويت شيء بس ما أدري شنو هو، خلنا أحاول أرجع أشوف. والله إني ما سويت شيء. ما زلت إلى حد الحين ما يمديني أشيل هذا الشيء. بس في نفس الوقت أنا ما أدري كيف أتفاوض معاهم بدون لحم، والحبل اللي سحبته ما أدري شنو فايدته. فيدني في شيء؟ ما فيدني في شيء. نرجع 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 نرجع. هلو إذا مريت تاكلوني. ياكلوني 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 سيد. دقيقة إذا مريت ياكلونك. ايش راح أسوي لهم؟ ما أقدر أستخدم العظم في هالمكان. المشكلة ما يمديني أسوي ولا شيء حرفيا، ولا ما عندي شيء أقدر أستفيد منه. الحبل اللي سحبته سوى لي طريق. شنو؟ ايش صار؟ دقيقة. الحبل اللي سويته سوى لي طريق. بس ثواني. في سكين. أخذت سكين. ايش قاعد تسوي هني؟ اعتقد استخدم سك. فهمت 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 فهمت. ودي هذه فوق، ودي فوق. دقيقه خليه وديها فوق وانا بنزل تحت. اولي ما يحتاج اصلا سيد، كان يمديني ان انا اروح من هناك. ايش فينا سيد؟
المهم نجي هني نستخدم السكين الحين. ايوه عندي لحمه خذها. It looks disgusting, but who knows? Maybe it'll come in handy. ممكن نستفيد منها ترى. وناخذ قطعة الترس هذه، راح استعملها إن شاء الله بعد شوي. بس الحين في البداية خلونا نجي للمكان هذا ونحاول نروح نعطي الثاني لحمة. أعطيناه لحمة ونام. أوكي؟ هذا ثاني واحد خلص منه، بس في شيء هني. هذا اقدر؟ لا ما اقدر اسوي له شيء. اوكي الاخير ما بقدر اسوي عليه شيء. معاي سكين، معاي قرن، ما ادري شنو فايرته. بحاول استوعب الحين ان شاء الله الموضوع، بس دقيقه انا شخصيا ما اقدر اعدل الجهه الثانيه حاليا. لا والله اوه شكلي فهمت، شكلي بسوي عصير للوحش اللي موجود هناك. اتوقع يا جماعة خلنا نرجع نايس شوي ونروح للحبيب. دقيقة خلنا نشوف اذا فعليا هذا الشيء اللي في بالي صح. والله شكله صح. اوه عصير، اي عصير يا عمي هذا مات. لازم هني في شيء. The passage is clogged with food waste and oozing disgusting sticky slime. لا تقولي انا قاعد اضيع وقتي في هالمكان. دقيقة هم كلهم ماتوا الحين تمام. هل حان الوقت اللي يمديني فيه اروح للجهة اليمين؟ لان خلاص انا لازم اروح للجهة اليمين. الجهة اليمين المفروض يكون فيها الشيء. ما اقدر اروح. هذا اسد. تو الحين استوعبت الموضوع. ليش احنا خلونا نخلص عليهم ثلاثتهم اذا كان بامكاننا ان احنا نسوي شيء ثاني؟ هذا ما يقدر نسحبه. ابي اتاكد تاكد اخير انه خلاص ما يمديني. The passage is clogged with food waste and oozing disgusting. ما في شيء ها؟ ما في شيء، اوريدي خلصت انا من هنا. الحين بحاول استعمل الاشياء اللي موجوده معاي وبشوف شنو راح تفيدني، تمام؟ خلينا نحاول نرجع. انا هذا يعجبني في اللعبه. شغل مخك. استمتع فيها، لعبة جدا رهيبة يا اخوان، جدا 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 رهيبة. بس تعال هني. استعمل هذا. بشوف الحين شنو راح نقدر نستفيد منه. تعال هني. حلو. نروح فوق. خلونا نجي لهذا المكان. ونركب أول قطعة. شكلي فهمت ايش لازم أسوي. اي والله صح. When I get out of here, no one... شكله صح. هني وش فيه؟ ما اقدر استعمل هذا. هل اقدر استعمل السكين عليه؟ بعد لا. هذا نايم. هذا نايم. بشوف الحين اذا اخذ اللحمه وش بيصير. توني نمشته فما ادري فعليا يفيد ولا ما يفيد الشيء اللي سويته. استكشف معاكم اذا اللي سويته شيء يفيد. لا والله بوزه مفتوح وكل شيء طبيعي. زين تدرون بالي فكره. خلوني انزل. مو متاكد الفكره صحيحه ولا لا، بس باخذ اسد. أنا أعتقد الأسد هذا قاعد ينزل من الوحش اللي موجود فوق إذا ما خاب ظني. مو متأكد بس بحاول أشوف. أوكي دقيقة هنحاول ندقق بعدها. قاعد يجي من وين؟ إي قاعد يجي منه، لأنه هو الـ إحنا داخل جسم الوحش هذا. عرفت يا جماعة؟ نجي هني نجرب هذا عليه. ما يصير. دقيقة. أنا معي سكين. توني استوعبت. وين راح يودينا هذا؟ وات؟ السلام عليكم. إيش قاعد تسوي هني؟ في ترس. هل أنا أحتاج إن أسوي لهم شيء ولا ما له داعي؟
لا هذيلا ما نسوي لهم ولا شيء. دقايق اللي جبته ما يركب. اوه كسر، بس عندي واحد حديدي، صار عندي قطعتين، صار عندي قطعتين. يا عمي روح انت نام، سوي اي شيء. ايش في هذا الحين؟ خلنا نحاول استوعب. ولا شيء من الاشياء اللي جبناها. شنو يا عمي انت تروح؟ دقيقه خلنا لازم ينام. مو راضي زين. ما ينام. اول ما يلف، اول ما يلف جرب. اوكي يلا لف حط. ما اشتغلوا ثانيه. فهمت. لازم اسوي الشيئين في نفس الوقت، اثنين مو واحد. يعني الحين تجي تركب هذا زين، تجي الثاني تركب الثاني، بس خلاص مضبوط. الحين تمام، الحين الاسد ما عاد موجود. تمام فحان وقتي اطلع. يلا اطلعي بسرعه، هنروح نحل الموضوع هذا وننزل. نايس. وهم نروح هني يمين نكمل نزولنا، واخيرا نجيب الترس اللي بعده. نايس. يلا نطلع. والله اللعبه اسطوريه، حتى هذا الجزء اسطوري. المهم نركب زياده. حلو تعال هني. Looks like the central. شلون راح اقدر اسوي؟ هل في امكانيه كيف ادمجهم مع بعض؟ كيف يمديني ادمجهم مع بعض؟ لان اتوقع اني سويت الشيء المطلوب. بس خلني انزل دقيقه، انا قاعد اشوف لان في جروح ثانيه. هذا مثلا إذا حائل يملي قصة؟ لا ما أتوقع. صدقون دقيقة. أنا واثق إن هني في شيء أنا ما قاعد أشوفه. هالمكان الوحيد اللي أنا ما جيت له. أو جيت له بالأصح. بس ما فهمت ولا شيء من الأشياء اللي موجودة. أوه ماي جاد، أنا قلت احتجنا صمغ علشان نقدر إن احنا نلصق. لان حرفيا رحت كل مكان، انا المكان الوحيد هذا بس اللي كانه ما له فايده، بس في النهايه هو له فايده. فيا يعني مستحيل يحطوا لك شيء ما له فايده نهائيا. الحمد لله اكتشفنا الموضوع. خلنا الحين نركب ونروح نركب خلاص الترس اللي احنا جبناه. فاركب هني واركب المكان اللي بعده، والحين نوصل لهذا المكان ونركب الترس. تمام اوكي باقي نجيب العصا نحطها تحت ونشغل. حلو لا يصير. ايوه زين جابت ليقطين. كل شيء طبيعي. اخذ اليقطين بيشويها. اوكي شو اليقطين بعدين. احنا قاعدين نطالع الحين وقاعدين نشوف ايش قاعد يصير بالضبط. انا شيء حده غريب. لا يكون يتسمم من اليقطين. ما ادري ترى. اوكي. هذا اليقطين. واللي بعده ينام ويصحى على وقت الشيء. فالحين جاب اليقطين. وبياكله الوحش الغريب هذا. زين رمى اليقطينة وهالوحش أكلها. أيوة وش قاعد يصير؟ وش قاعد يصير؟ وات؟ يقول شيء غيرها. خلونا نجرب. أول شيء بروح للمنطقة اللي موجودة هني. أنا أحس في شيء يتغير بس ما أدري شنو هو. لهني ما في شيء يتغير. السلام عليكم الطيب. في شيء يتغير؟ هني ما تغير شيء. خلنا نجرب أنزل تحت الحين.
لحد الحين وضع جدا 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 غريب في الوقت الحالي. احنا حلينا اللغز بس حرفيا ما احس صار شيء. يمكن الشيء اللي صار تحت، يمكن هني، لاني ما زال في اسيد. اوكي، كأن هني كان في جرح وراح كأنه. اوه سحلقنا. هذا الشيء اللي صار وكملنا هذا الشابتر. يا جماعه زر اللايك والاشتراك ونشوفكم ان شاء الله على خير باذن الله في حلقه جايه. لكن لا تنسوا دعمكم عشان نزلكم الحلقه اللي بعدها. مع السلامه. اللايك امر مهم، طق ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم. ماذا جيشنا يا عم، والاسيار الصوره تتنقل على كل فم. باشتراك تنضم وهذه اسهل وسيله. يا قناه للصغار والكبار وتعتبر جميله. تراك تخليني إنسان سعيد، أفرح وأقدم لك أشياء أكثر من جديد. أما بنشرك تراك تخليني إنسان سعيد، أفرح وأقدم لك.